معنا عبر الهاتف محمد حماده، الكاتب المتخصص في الشؤون العربيه بالاهرام. استاذ محمد، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم استاذ المجتمع. هذا اللقاء بين وزير الخارجيه الروسي والمبعوث الاممي الى سوريا ومساله حوار سوري دائم ومثمر، يعني كيف تنظر اليها وكيف تعاقب عليها في ظل ايضا استمرار عمل اللجنه الدستوريه؟ وبالفعل كان هناك يعني جولتين من الاجتماعات التي عقدت في جنيف للجنة الدستورية المصغرة المشكلة من وفد الحكومة السورية ووفد المعارضة والمجتمع المدني التي تم اختياره من قبل الأمم المتحدة. كان هناك خلافات كبيرة في جدول الأعمال بين الطرفين، لدرجة أن الأمم المتحدة كانت تجلس مع كل طرف على حدة، منها على سبيل المثال العديد من النقاط الخلافية. الوفد السوري يؤكد على سيادة الدولة وعدم التدخل في الدولة السورية بالإضافة إلى إدانة الإرهاب، إلا أن وفد المعارضة يريد أن يحدث حالة من حالات التغيير في الدستور السوري أو خروج بدستور سوري جديد للمرحلة الانتقالية وفقا لقرار مجلس الأمن 2254، والذي يهدف إلى إحداث حالة من حالات التوافق وإنهاء الصراع داخل سوريا. بالتالي كان الاجتماع الذي تم بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وجير بيدرسون على هامش مؤتمر حوار روما، كان الهدف منه هو تحريك هذه العملية واللقاءات الثنائية بين الأطراف للوصول إلى اتفاقات حقيقية على وأجندة حقيقية لتحقيقها بالنسبة للملف السوري وبالنسبة للنقاط الانطلاق بين الطرفين. وبالتالي تم البحث عن ضرورة وجود آلية جديدة من خلال جدول زمني ومن خلال أيضا عدم التدخلات الإقليمية، سواء كان بالنسبة لوفد المعارضة. نحن نعلم أن تركيا تؤثر على وفد المعارضة السورية لأنها هي تلقى الدعم من قبل الحكومة التركية، وتركيا تحاول بقدر الإمكان أن تحقق أهداف استراتيجية وأيضا أهداف يعني سياسية أيضا بالنسبة للأراضي السورية والملف السوري. ومن هنا نجد أن هناك تحضير لاجتماع دولي جديد حول سوريا بصيغة أستانا، هيكون يوم 10 و11 أي يوم الثلاثاء والأربعاء المقبلين في عاصمة كازاخستان نور سلطان، لبحث ما يستجد من أجندة المطروحة على اللجنة الدستورية المصغرة. طيب أستاذ محمد، التركيز على فكرة أنه الحوار سيكون سوري سوري أو يعني لا يشمل تدخلات إقليمية أو دولية، برأي حضرتك في هذه المسألة، خصوصا أنه يمكن حضرتك أشرت إلى اللجنة الدستورية أو أعضاء اللجنة الدستورية في منهم مدعومين أصلا من قوى إقليمية، وحتى أنه وفد النظام أو وفد الحكومة السورية ما هو في النهاية أيضا روسيا هي الدعم الأكبر، فكيف تنظر إلى هذه الجملة مسألة سوري سوري؟ هل سيتم مثلا عقد حوار موازي للجنة الدستورية المنعقدة والتي تعقد اجتماعاتها في جنيف؟ هل سيتم اجتماعات في مكان آخر مثلا ويضم سوريين بعيدين كل البعد عن هذه القوى الإقليمية في رأيك؟ يعني اعتقد ان يعني ما قاله سيرجي لافروف بعدم التسرع في الحكم على اعمال اللجنة الدستورية لإتاحة وقت كبير أو وقت يعني وقت لهذه اللجنة للتوصل إلى نقاط اتفاق، أعتقد ده بيرد على هذا التساؤل. من خلال الاجتماع الذي سوف يعقد في أستانا أو في كازاخستان، أعتقد أن الاجتماع الجديد هذا الاجتماع سوف يصل الوفدين إلى نقاط تلاقي، خاصة أن نحن نعلم أن على الرغم من وجود بعض الدول الإقليمية التي تؤثر على القرار، سواء كان وفد المعارضة السورية من قبل تركيا أو وفد الحكومة السورية من قبل روسيا، روسيا في نهاية المطاف تريد حل للأزمة السورية، روسيا في نهاية المطاف أيضا تريد أن تحقق سوريا والجيش النظامي العربي السوري انتصارات على الأرض، وبالتالي يستطيع قوات النظام السوري أن تفرض كلمتها على هذا المؤتمر وعلى أجندة المؤتمر. إذن نحن أمام جولة جديدة من جولات الحوار للتوصل لتسوية سياسية جديدة. أعتقد أن
احنا امام خطوات متتابعه، وبالتالي فتره زمنيه كبيره للتوصل الى هذه النقاط، خاصه نحن نعلم ان الجانب المعارضه لا يستطيع ان ياخذ اي قرار الا بالرجوع الى يعني البيئة الحاضنة له، وهو الجانب التركي. تركيا في حالة من حالات التخبط نتيجة سياستها، سواء كان في منطقة إدلب ومنطقة خفض التصعيد، أو في منطقة الآمنة والاحتلال والتوغل في الأراضي السورية في الشمال والشمال الشرقي، والاستهجان من قبل المجتمع الدولي. ولعل نجد أن الاتحاد الأوروبي وأمريكا وروسيا أدانت مثل هذه التوغلات التركية والجرائم التي ترتكبها التركية في هذه الأماكن، إنما تؤكد على أن الجانب التركي في حالة تخبط وفي حالة يريد أن يحدث حالة من حالات تصدير الأزمة الداخلية إلى الدول الجوار المتمثلة في الأراضي السورية. نعم، طيب أستاذ محمد، في أيضا هناك ضرورة فرض قيود زمنية على عمل اللجنة لصياغة اقتراحات موحدة. في ظل رؤيتك لما تم من اجتماعات للجنة المصغرة، هل بالفعل يمكن فرض قيود زمنية؟ يعني هل بالفعل يمكن اختصار الوقت أو تحديد وقت معين للانتهاء من صياغات موحدة متفق عليها بين الأطراف الثلاث، الحكومة، المعارضة، المجتمع المدني؟ أعتقد في وجهة نظري أن القيود الزمنية لن تصلح مع هذه المفاوضات، وخاصة أن اللجنة الدستورية هي لجنة توافقية ليست ملزمة للجانبين، وإلا أنها تحت رعاية الأمم المتحدة ووفقا لقرار مجلس الأمن 2254 الصادر في ديسمبر 2015. القيود الزمنية من الممكن أن تقرب وجهات النظر، لكن الالتزام بهذا البند أعتقد أنه لن تنجح هذه القيود في التوصل إلى اتفاق. الحكومة السورية والجانب الروسي تريد فترة زمنية لاستعادة الأراضي، سواء كان في أدلب أو في المناطق الشمال أو الشمال الشرقي التي توغلت فيها القوات التركية. نعم. إذن العملية الزمنية الهدف منها هو كسب مزيد من الأراضي السورية، وبالتالي التفاوض من موضع قوة بالنسبة للنظام السوري. طيب، عامل الوقت والإجراءات اللي بتتم سواء في حوار المتوسط اللي بنشهده أو حتى في قمة الناتو اللي عقدت منذ أيام، يعني بهذه الأمور هل من الممكن أن تؤثر على السياسات التركية في رأيك؟ تركيا تحاول بقدر الإمكان أن تحقق مكاسب من هذه الأعمال، سواء كان الأعمال التي تقوم بها في الشمال أو الشمال الشرقي في سوريا، أو في أعمالها في منطقة البحر المتوسط. تضغط بورقة اللاجئين، تضغط بورقة التدخل في الشؤون الداخلية بالنسبة لسواء كان العراق أو سوريا أو منطقة البحر المتوسط، والكشف عن البترول والغاز وغير ذلك من الاتفاقيات التي تمت توقيع مذكرات التفاهم. الهدف منها هو إحداث حالة من حالات الفوضى داخل المحيط الإقليمي لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب، ولعل ذلك يظهر بشكل جلي جدا وواضح في ورقة الابتزاز بالنسبة للاجئين الاتحاد الأوروبي. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد حمادة، الكاتب المتخصص في الشؤون العربية بالأهرام.